مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسام. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك محمد. الله تعالى. أصلنا مع فضيلتكم في الحلقة المنصرمة أن الإيمان يتحقق بالاتباع والمحبة، وقلنا علامة المحبة ثلاث علامات، تناولنا واحدة منهم. حبذا لو ذكرتنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشرع بالحوار. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قلنا علامات حلاوة الإيمان في القلب، نعم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني تحبني في الله لا من أجل دنيا، لا من أجل غرض، لا من أجل هوى. الحب في الله والبغض في الله، من أحب لله وأبغض في الله. هو في بغض في الله؟ نعم، أبغض إنسانا لمعصيته فأنا لا أبغضه. أبغض التصرف. نعم، ولكن الإنسان نفسه أبغضه؟ لا، أنا لا أبغض المؤمن، لكن أبغض فيه المعاصي. وغير المؤمن؟ نعم، أبغضه لكفره بربه. الله أكبر. نعم، أبغضه لكفره بربه. مش ندعي له بالهداية مثلا ونحبه عشان لا يتنافى مع البغض، وهذا سنبينه. تمام، لا يتنافى. يعني ممكن أبغض الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يتبع رسول الله، لكني مأمور في الوقت ذاته ببره والإحسان إليه. طيب، نفصل فيها القول. تمام، نفصل فيها إن شاء الله تعالى، لأنها في غاية الأهمية. أحسن. ففرق كبير. تدبر مني هذا. نعم. بين المحبة الإيمانية الشرعية والمحبة الجبلية الطبيعية. ده في محبتين يعني. نعم. أليس الحب واحدا؟ كلا، لا نحتاج نفصل في المحبة والحب ده. لو نتركها حين نأتي إلى قول ربنا جل وعلا في الآية رقم 119 من آيات النداء الذي نحن بصدده، والنداء الرابع عشر والذي سنستهل به إن شاء الله تعالى هذا الموسم المبارك، ألا وهي قوله جل جلاله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. دعنا يعني في هذه الآية إن شاء الله نؤصل تأصيلا شرعيا مهما جدا لمعنى المحبة الإيمانية الشرعية، ولمعنى المحبة الجبلية الطبيعية، وهل بالضرورة بينهما تلازم أم لا. ممتاز، إن جيد. شاء الله تعالى. نعم. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. كيف أحب لله وأبغض لله وأعطي لله وأبنع لله؟ هل من دليل لهذا الطريق؟ الدليل في الحديث، لكن نعم. تسأل عن التطبيق. التطبيق، نعم. يعني دليل يقودني للتطبيق. يعني أنا أحب فلانا لله وفي الله لإيمانه لدينه والدنيا برضه، يعني ليه مصلحة مع الشيخ محمد حسان مثلا، يعني فأنا أحبه لله وللمصلحة. هذا ينقص من الحب في الله. الله أكبر. يعني أحبه لله، مش عايز، لا أريد منه أي شيء جزاء ولا شكورا. نعم، أرسل الله جل جلاله لرجل ملك من الملائكة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن قصة هذا الرجل، حديث رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره. نعم. بسند صحيح. خرج رجل ليزور أخا له في الله في قرية، فأرسل الله له ملكا على مدرجتي على طريقي. فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية لأزوره. فقال له الملك: سؤالك بوركت. هو سؤالك. نعم. سبحان الله. هل لك من نعمة تربها عليه؟ في مصلحة انت رايح له في حاجة في الدنيا. هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أخبرك
بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، الله أكبر، هذا غالي جدا. الله أكبر. كثير منا الآن في عصر الماديات والشهوات لا يعرف معنى الحب في الله أبدا. أشرف حب في الأرض هو الحب في الله بين الأخوة. المصالح تدخلت وحكمت يا مولانا، وضيعت الحب في الله المتجرد، بدليل أنك ترى كل يوم المئات بل الآلاف يتساقطون على الطريق يفقدون الأخوة والصداقات التي كانت. نعم. لأن الحب في الله قد نحي وقدمت مصالح الدنيا ومنافعها. لذا قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه إيمان ناقص. إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الإيمان، إنما هي تبادل مصالح والتقاء منافع. لا، مرة ثانية الجملة، هذا كلام خطير، كلام خطير جدا. إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت إيمانا بلا أخوة أيوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. الله أكبر. وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الإيمان، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا زالت المصلحة وانتهت المنفعة تبحث عن أخيك الذي كان بالأمس إلى جوارك، لا تجد، ويسمعك من الكلمات أجمل وأروع ما يمكن أن تسمعه من أخيك، لن تجده بين يديك ولا من خلفك ولا عن يمينك وهذا كثير ولا عن شمالك، وهذا كثير. بل هذا هو الواقع إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. كروشيتا، من فضلتك، ما الذي حدث للأمة حتى تبخر الحب في الله وتحكمت المصالح في أهواء الناس؟ نتعلم فضلتك، ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أننا رضينا بالحياة الدنيا واطمأننا بها، واطمأننا بها. هذا اتهام من فضلتك لنا كمسلمين وكمؤمنين، والأم تشخيص حالة؟ تشخيص حالة، تشخيص واقع لكثير من المسلمين. الله أكبر. لكثير من المسلمين، انظر إلى واقع الأمة. دكتور محمد سيدي، إذا لم تجد النصر في الأمة ففتش عن المؤمنين. الله أكبر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا لم تجد العزة والكرامة في الأمة ففتش عن المؤمنين. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. يا الله، هذا القرآن يا دكتور محمد. نعم، الأمة تحتاج إلى أن تعود عودا حميدا. ده كده المؤمنون صمم أمان لأهل الأرض من غير الأديان الأخرى، يعني يقينا الأخرى. يقينا. الله أكبر. أهل الإيمان في الأرض صمام أمان للأرض بصلاحهم ودعائهم وعبادتهم، اسمع مني المهمة، تفضل، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هم مكروهون لهذه، فلو أعرضوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم أول من سيتعرضون لعذاب الله جل وعلا وأخذه في الدنيا. الأئمة. ولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث السفينة، في حديث السفينة كما تقول استهموا على سفينة فأصاب أحدهم أعلى، البخاري وغيره. نعم. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ الماء بسهولة بدل ما نطلع نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر صمام أمان حتى لا تغرق سفينة المجتمع بكل من فيها. الله، أحسنت. ولو عرف أهل الأرض فضل أهل الإيمان وفضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله الذي لا إله غيره لحملوهم على الرؤوس، قبلوا أيديهم والله وعلى الأعناق. بل وأنا أؤكد لك أن لهم
كرامة أخرى عند ربهم يوم القيامة، فهم يشفعون لإخوانهم الذين سقطوا معهم من فوق الصراط إلى نار جهنم عياذا بالله. الله أكبر. نعم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هم فرجة لهم في الدنيا ونصرة لهم في الآخرة. والآخرة. ما الحديث؟ اديني الدليل. الدليل رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث طويل لكن أختصر منه. قوله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، الصراط دحض مزلة أو مزلة تزل عليه الأقلام، ولا تثبت الأقلام إلا إذا ثبتها الله جل جلاله. اللهم ثبتني يا رب. فيمر عليه المؤمنون كالبرق، اللهم وكالطرف، اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. وكالريح، اللهم اجعلنا منهم. كأجاويد الخيل والركاب، اللهم اجعلنا منهم. فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم. ومخدوش مرسل، اللهم اجعلنا منهم. ومكدوس في نار جهنم، اللهم لا تجعلنا منهم. آمين يا رب. ده ممسوك. خلاص نزل سقط. سلم يا رب. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الله قرآن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيشفع المؤمنون الذين نجاهم رب العالمين. الله. ويقولون ربنا الله، إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، الله، سقطوا الله، نزلوا، فشفعنا فيهم، فقل ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. الله أكبر. أهل الإيمان، الله أكبر، لهم كرامة، والله العظيم لهم كرامة. محدش يضرهم في الدنيا مولانا دول، والله ده بركة لهم في كرامة. الله أكبر. كيف يهانون، كيف يسبون، كيف يسجنون، كيف يعذبون، كيف يبتلون، كيف تكال لهم التهم، كيف كيف كيف، ولهم كرامة عند الله في الدنيا والآخرة، فشفعنا فيهم، فيقول ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. اللهم اجعلنا من الساجدين يا رب العالمين نكثر منه حب السجود. نعم، أحسنت. إلى آخر الحديث يعني. نعم، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طب بنتعلم من فضلتك، والمصالح والدنيا والشغل والفلوس يعني والعيشة، يعني فرق كبير بين المحبة في الله والمحبة للمصلحة، فرق كبير بين أهل العلم من أصحاب الجرح والتعديل، وبين من يتطاولون على هؤلاء الأكارم الأفاضل من الأئمة من الأموات والأحياء بدافع من حقد دفين في القلوب وحسد يملأ الصدور. وهذه خصلة من خصال اليهود الذميمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فدع الأمر لله جل وعلا. أشهد أنني أحب كل مؤمن وكل مؤمنة وكل مسلم وكل مسلمة، فضلا عن كل عالم من أهل العلم والفضل، ممن أدركناهم ومما لم ندركهم. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله. هل له ثمرة في الله؟ هل له ثمرة في الدنيا والآخرة؟ الحب في الله. يا الله، ذكرتني بحديث والله ما كان في ذهني، والله صادق صادق. أنا كنت أستغرب يا دكتور محمد، أستغرب والله العظيم صاد. وأعجب حين أقرأ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ينادى يوم القيامة على أهل الحب في الله خصيصا خصيصا، يقول الله جل جلاله أين المتحابون بجلالي. الله الله إيه ده؟ الله. اليوم أظلهم في ظلي، يا الله، يوم لا ظل إلا ظلي. الله الله، أخي يا رب العالمين، أنت لو كنت تسكن، لو كنت تسكن إلى جوار وزير أو إلى جوار ملك أو أمير، تقول أنا بيتي جنبي بيت فلان. نعم، ينتشي. فكيف وأنت مستظل بظل عرش الرحمن؟ الله أكبر. من دون أنا كنت أعجب والله، وقل معقول الجزاء ده لأهل الحب في أن أنا أحبك في الله يبقى أنا جزائي؟ الحكاية بسيطة. فوالله ما استشعرت قيمة الحديث إلا في السنوات العشر الماضية
حين رأيت أولئك الذين يتناثرون وينفضون ويبتعدون بل ويطعنون في من علمهم يوم من الأيام الدين عن الله وعن رسوله، وكانوا يزعمون حبه ويصرخون به أكبر. فعرفت أن الحب في الله ليس سلعة رخيصة، والله ما استشعرت إلا في الأيام السنوات الماضية. أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم يوصلك لحب الله لك، مش لحبك لله، لا، لحب الله لك. دليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله، الله يحبكم، الله يحبكم إن اتبعتم رسوله وحبيبه. نعم. كيف في دقيقة نحقق الحب في الله؟ وهذا العنصر الثاني. نحقق الحب في الله تبارك وتعالى إذا أخلصنا الطوية وطهرنا النية واتبعنا أوامر رب البرية والتزمنا هدي سيد البشرية. يا سلام. لو قلت لي كررها لن أستطيع. شعرت بها ورب لن الكعبة. أستطيع. شعرت بها ورب الكعبة. خرجت بحب. اللهم لك الحمد. زادك الله حباً وكرامة. يعني وصايا محمد حسان لي ولكل المشاهدين، ماذا تقول من وصية؟ قبل الوصية أقول إني أحبكم في الله. أحبك. لأن حبيبي أمرني أني إذا أحببت أحدا أن أخبره بأنني أحبه. لا يتنافى مع الرجولة؟ بل هي الرجولة. الرجل يقول أنا أحبك؟ نعم، بل هي الرجولة. من سيد الرجال؟ صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشرف منه؟ لا. يا معاذ والله إني لأحبك. الله أكبر، الله أكبر، صراحة. كلمة صريحة جدا. الله أكبر. يا معاذ والله إني لأحبك. نجهر بها ولا حرج، يعني أقول إني أحبك. بل أنت مأمور بالجهر بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحد أخاه فليخبره أنه يحبه. الله أكبر. هل من صيغة؟ إني أحبك في الله. لا أحب. وأقول إيه بقى؟ أحبك الذي أحببتني فيه. دعاء جميل. الله جدا. أنا بحبك. أو أحبك الذي أحببتني لأجله. أحبك الله. الله جميل. فما أطعم الحب في الله. أسأل الله أن يذيقنا حلاوته. آمين. وأن يرزقنا إخلاص النية. آمين يا وطهارة رب. السريرة والطوية. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك وأحسن. وبالتالي وصيتكم أن نحب بعضنا في الله. في الله. ولله. نعم. وبالله. نعم. بارك الله فيكم. كرمك الله. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. شكرا فضلتك سيد الكريم. كرمك الله. وأعتذر من أول لقاء عن قول أخي الحبيب الدكتور محمد العالم العلامة. بارك الله. فوالله الذي لا إله غيره، لا أقول ذلك من باب التواضع، لا أراني إلا طالب علم، أطلب العلم كله من وأجدد إيماني وأجدد معرفتي، وأسأل الله أن يختم لي ولك ولإخواني وأخواتي بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. قدرك غال وعال مولاك. بارك الله فيك وفيك بارك. وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.